بسم الله وعلى بركة الله، ونيابة عن معالي وزير الداخلية المحترم، أفتتح دائرة الأحوال المدنية في قضاء سنجار بالتوفيق إن شاء الله. السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمناصب، بفضل من الله ومنته لسمع هذا اليوم من أجل افتتاح دائرة الأحوال المدنية في قضاء سنجار. قضاء سنجار، هذا القضاء العزيز على قلوب العراقيين جميعا. أعتبر جزيلا لكل منظمة وكل مؤسسة التي ساهمت، بالتالي أنه قضية خدمة الناس والأهالي. نيابة عن معالي وزير الداخلية المحترم الأستاذ عثمان الغانمي، تم افتتاح دائرة الأحوال المدنية في قضاء سنجار. وباشرت هذه الدائرة بإصدار هوية الأحوال المدنية وبقية الوثائق إلى الأخوة المواطنين الأعزاء. إن افتتاح دائرة الأحوال المدنية في قضاء سنجار هي إعادة الحياة وإعادة الخدمات إلى هذا القضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله. توفيق من الله. هذا اليوم تم افتتاح بناية دائرة الأحوال المدنية في قضاء سنجار بعد أن تم إعادة تأهيلها وتأثيثها من قبل منظمة UNDP. الحقيقة كان لتوجيهات معالي السيد وزير الداخلية وأمر الأثر البالغ في إعادة هذه الدائرة إلى قضاء سنجار. مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينة اليوم هي السباقة في إعادة افتتاح دائرة خدمية من الدوائر الخدمية في القضاء. تعتبر هذه الدائرة الأولى من الناحية الميدانية في القضاء. القضاء عانى ما عانى من ويلات عصابات داعش الإرهابية، اليوم القضاء تعود فيه الحياة. عودة النازحين كان له أثر كبير في إعادة افتتاح هذه الدائرة، وإن شاء الله نقدم أفضل الخدمات لأهلنا في قضاء سنجار بإذن الله.